نظمت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة حفلا فنيا وتكريميا لنخبة من نجوم الفن اليمني الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية. وفي الحفل الذي أقيم بقاعة الاتحادية بالعاصمة المؤقتة بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية ياسر الشقي ووكيل محافظة عدن محمد الشاذلي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر محمد باشا رحيل، كرمت الوزارة الفنان الراحل فيصل علوي والفنان القدير عوض أحمد والفنانة القديرة أمل كعدل والفنان الراحل بدوي الزبير والفنانة سهير ثابت والفنانة كاميليا عنبر. وفي تصريح صحفي على هامش الفعالية أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني على دور الآداب والفنون في الحفاظ على الهوية الوطنية وتحصين الجيل من الثقافات المنحرفة والوافدة ومواجهة ثقافة الموت التي تروج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لافتا إلى أن العاصمة المؤقتة عدن مقبلة على مرحلة جديدة وعلى موعد مع عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل الأشقاء ستسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم. وخلال الحفل الغنائي قد قدمت العديد من الفقرات الفنية المميزة، استهلها طفل عرفات خواجة بعدد من الأغاني اللحجية، عقبها أغاني للفرقة الإنشادية التابعة لوزارة الإعلام والثقافة والسياحة التي قدمت كوكتيل يمانيات مع الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان وهيب الجرادي التي قدمت مقاطع غنائية لمختلف عمالقة الموروث الفني اليمني الزاخر. وقدم كل من الفنانة أمل كعدل والفنان عيدروس الجعدني والفنانة سهير ثابت وكاميليا عنبر باقة من الأغاني المميزة ترافقت مع العروض والرقصات الشعبية لفرقة الرقص الشعبي. تتويجا لفعاليات وزارة الإعلام والثقافة والسياحة التنشيطية الثقافية التي بدأتها مطلع شهر يوليو الحالي وبرعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ودعم من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بقيادة الأستاذ معمر الإرياني وبنك تسريف التعاون الزراعي كاك بنك، نظمت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة حفلا تكريميا لنخبة من الفنانين من فناني الزمن الجميل. وفي الحفل الذي حضره وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني أشاد بدور كافة الشخصيات الفنية المكرمة التي كان لها إسهامات كبيرة في رفع شأن الأغنية اليمنية وانتشارها في جميع الدول العربية. من جانبه أشاد وكيل أول محافظة عدن محمد ناصر الشاذلي بهذه الخطوة والتي يتم من خلالها تكريم نخبة من الفنانين الزمن الجميل. اليوم بحضور هذا الحفل الفني التكريمي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والذي سيتم فيه تكريم عدد من الفنانين من الرعيل الأول الذي أسهموا في إثراء الأغنية العدنية بشكل خاص والأغنية اليمنية بشكل عام، وسعيد جدا بتواجدي هنا وبهذا الحضور المتميز وهذه اللفتة الكريمة لهؤلاء العمالقة الذين أثروا العمل الفني ويستحقوا من الدولة الاهتمام والمتابعة، وما هم إلا بداية لتكريم كل الفنانين إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا جزيلا لكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان. وعلى نفس الصعيد أكد وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة للشؤون الفنية الفنان نجيب سعيد ثابت بأن الوزارة تسعى لاستمرار النشاطات الفنية والإبداعية بعد فترة ركود كانت طويلة. حفلنا هذا الكبير طبعا هو معروف أنه برعاية رئيس الوزراء وتنفيذ وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بدعما كبيرا أيضا من الأستاذ معمر الإعلاني وزير الوزارة. هذا من ضمن الاحتفالات التي فعلا تسعى الوزارة وتسعى الدولة بأن تطبع فيها أوضاع كثيرة، خاصة بعد توقف الحفلات والفرق الموسيقية لفترة من الزمن، وبإذن الله أنه هذه الاحتفالات تستمر. ونحن نشهد طبعا الأخ معين عبد الملك رئيس الوزراء بدعمه لهذه الاحتفالات الشهرية اللي نحن ننوي أو نوينا أن نعملها، ونشكره على كل دعم ونشكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإيراني على كل جهد بذلوه، ونتمنى أن يستمر هذا الزخم بدون توقف بإذن الله إن شاء الله.
وقد رعت حفل التكريم إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك بتقديم الجوائز التكريمية والسحوبات للحاضرين في الحفل بحضور نائب المدير التنفيذي للبنك الأستاذ شكيب عليوة. انطلاقا من دور البنك الريادي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي، تأتي رعاية كاك بنك لتكريم الفنانين الذين عاصروا وخدموا الوطن وفقا للخطة الاستراتيجية ضمن أهدافها المشاركة المجتمعية، وهذا جزء من مشاركتنا المجتمعية للبنك في تكريم هؤلاء الفنانين تقديرا لدورهم خلال السنوات الماضية. وأثنت الفنانة أمل كعدل إحدى المكرمات في الحفل بهذه اللفتة الكريمة التي تبناها دولة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك سعيد ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني. ألم أني سعيدة بتواجدي في الحفل التكريمي هذا، وأحب أن أشكر سيادة دولة رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ معمر الإرياني على اللفتة الكريمة هذه نحو الفنانين. وفي ختام الاحتفال قدم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومستشار وزير الإعلام محمد باب شراحيل ووكيلا وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الفنان نجيب سعيد ثابت ومحمد صالح الشعبي وقيادات وزارة الإعلام والثقافة والسياحة التكريم للفنانين المكرمين، وفي مقدمتهم الفنان المرحوم فيصل علوي والفنان عوض أحمد والفنانة أمل كعدل والفنان المرحوم بدوي الزبير والفنانة سهير ثابت والفنانة كاملة عنبر. كما تم في ختام الاحتفال السحب على 10 جوائز مقدمة من بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ونائب المدير التنفيذي لكاك بنك الأستاذ شكيب عليوة. لقناة عدن الفضائية محمد عبد الله غالب، العاصمة عدن.